الشير. مشاهدي الأعزاء، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من تفاعل نت. الكثير من المشاهد المتداولة على نطاق واسع في مختلف منصات الاجتماعي، رصدنا لكم بعضها وكذلك بعض الردود بشأنها في هذه الحلقة. في السنوات الأخيرة زادت نسبة التحرش في الوطن العربي بشكل مقلق جدا. في كل الدول بطبيعة الحال تنتشر ظاهرة التحرش بنسب متفاوتة، لكن العالم العربي في السنوات الأخيرة أصبح ينافس العديد من الدول في أفريقيا وأوروبا وكذلك في القارتين الأمريكيتين، وتعتبر مصر الأسوأ عالميا وعربيا في نسب التحرش، حيث تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد أفغانستان. المرصد المصري لحقوق الإنسان قال بأن 83 من النساء يتعرضن للتحرش بشكل يومي. وفي المغرب تم إقرار قانون تجريم التحرش، لكن القانون لم ينفذ لحد الآن بسبب تحفظ الحكومة على ذلك، وتتراوح العقوبة بين شهرين إلى سنتين مع غرامات مالية. في الجزائر كذلك تم تشريع قانون تجريم التحرش في 2015 أثناء تعديل قانون العقوبات، وتتراوح العقوبة بين شهرين إلى 6 أشهر مع غرامات مالية. أما تونس فكانت السباقة إلى سن قانون تجريم التحرش في سنة 2004، وتم تعديله سنة 2017 لتصل العقوبة إلى 2 سنين مع غرامات مالية. مرحبا بكم. نبدأ أولى المشاهد من السعودية، حيث تفاعل السعوديون بشكل كبير جدا مع مقطع لطفلين متروكين في سيارة في هذا الجو الحارق. انتقادات طالت المصور لأنه لم يقدم المساعدة للطفلين، لكن بالمقابل هناك إشادة كبيرة بهذا المصور. نتابع هذا المشهد. ورعان داخلين بالسيارة ومقفلتن عليهم وهم معزنين ما يقدرون يفتحونها. شوف شلون الليد، شوف ورع. شو اسمك انت؟ ها؟ واجي. منو انت؟ منو انت؟ جواهر. انت جواهر؟ اي واي بعد. وهذا وايل؟ اي. متى دخلتوا هنا؟ بكره. بكره؟ إيه؟ شوف داخلين بالسياره، شوف ملابس البنيه وشلون من العرق، شوف ملابس العيل وشلون من العرق، شوف مسكرتن عليهم وتوهم. والله اللي جيت بالصدفه سبحان الله. يلا يلا، ما فقدوهم حتى اهلهم ما فقدوهم. كم وينه؟ نعم. هذا الورع داخل. وين بيتكم؟ ها؟ بعيد. وين بعيد؟ ايه سيارتي هذه. مركز بلاغات العنف في السعودية قال بأنه يتابع عن كثب هذا الشريط المصور وفتح فيه تحقيقا. الكثير من السعوديين تفاعلوا كما قلت مع هذا المشهد المؤثر عبر تغريدات وتدوينات في وسائط التواصل الاجتماعي. نأخذ تشاوس يقول: أول شيء اللي مصور ما عنده رحمة ولا شو، يعني العيال تعبانين وهذا يصور والدنيا بخير. طيب تريد أن ترسل رسالة أرسل، ولكن مو على حساب أطفال ينامون في الأرض تعبانين محتاجين رعاية من الوضع اللي كانوا فيه. وين الإنسانية يا أخي العزيز؟ مو مهم طريقة نشر الرسالة، لكن الأهم أنك تعالج الوضع قبل كل شيء. وهذا انتقاد لهذا المصور الذي قيل بأنه لم يقدم المساعدة للطفلين، لكن بالمقابل هناك تغريدات أخرى تشيد بهذا المصور. نأخذ محمد قراب يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، والله أنا أشوف أن مصور المقطع عاوز يقدم النصيحة لوجه الله، ولولا وجوده بالصدفة بالمكان ما أعتقد أن الأطفال دول كانوا حيستحملوا أكثر. وأكيد الراجل ساعدهم في شربة مياه في شرب المياه والعصائر لين وصلهم للبيت. هكذا يتصور المشهد هذا المدون. مدونة أخرى هجان تقول: بالعكس تصرفه حكيم، لم يلمسهم حتى لا تكون بصماته عليهم فيأتيهم بأذيتهم، لو ماتوا لا سمح الله ولو حملهم في سيارته قد يتهموا بخطفهم، هو فكر بإنقاذهم وفي نفس الوقت حمى نفسه من أمور لم يحسب لها حسابا واضحا. إن الطفلة لا تدرك أين اتجاه بيتها فكيف يركبها ويدور بهم وقد يموتون في سيارته، تقول هذه المدونة.
نبقى في السعودية دائما من مساعدة الإنسان إلى مساعدة الحيوان. ظهر شريط فيديو أيضا في المدينة المنورة لشاب يقوم بإنقاذ طائر في الشارع العام كاد أن يموت بسبب الحر. هذه المشاهد في حقيقة الأمر تتكاثر في العديد من الدول، لكن المغردون تفاعلوا مع هذا المشهد بشكل كبير جدا. نأخذ الدكتور جيفنش اليامي يقول: للمعلومة، أي شخص أو حيوان ياهث من العطش لا يجب إسقاؤه كي لا تتلف كبده، يجب احتواؤه وتدفئة جسمه لتعتدل حرارته، ومن ثم تقوم بوضع قطرات في لسانه أو شفاهه أو تبليل قطعة قماش بالماء وتبلل شفايفه، وشوية شوية إلى أن يبدأ يتقبل الشرب. هذا يقدم نصائح لكيفية التعامل مع الإنسان أو الحيوان الذي يعاني من جفاف في العطش حتى لا يموت. الحرازي يقول تدوينة أخرى لهذا المدون، يقول: جزاه الله خيرا، وهناك بعض التغريدات تقول بأنه وسخ الشارع، وأنا أقول يا سيد، الأولوية في تلك اللحظة إنقاذ الطائر، لأنه يصارع الموت بسبب الحرارة والعطش، ولم ترى تكملة الفيديو وما يدريك بعد إنقاذه رفع المخلفات ووضعها في سلة المهملات، تنظرون إلى الأشياء بسلبية عجب. يتعجب هذا المدون. نتحول بعد السعودية إلى تونس. استنكار واسع في الأوساط التونسية، واستنكار لمنح الرئيس التونسي قيس سعيد الجنسية التونسية لأحد الأدرع الإعلامية لمحمد دحلان السوري من أصل فلسطيني باسل ترجمان. مدونون ومغردون تونسيون كثر تعجبوا لمنح الجنسية لترجمان في تونس وتفاعلوا بشكل كبير مع هذا الخبر. نأخذ عايدة محمد تقول: كان من الأولى أن يمنحها لزوجة البطل الزواري الفلسطينية ولأولاد الزواري منها، أصبحت أشك بنوايا قيس سعيد الرئيس التونسي. كذلك مغرد آخر للجيرينو يقول: قيس سعيد ظلم نفسه وظلم تونس والثورات العربية لما تقدم لهذا المنصب، لأن منصب رئيس الجمهورية أكبر منه بكثير، والأسوأ فيه أنه عنيد ولا يسمع النصائح أبدا، كما يقول هذا المغرد التونسي تعقيبا على هذا الخبر. نبقى في تونس، حيث تفاعل التونسيون بشكل كبير جدا مع خبر اعتقال الدكتور محمد هنيد الأستاذ المحاضر في جامعة السوربون وتوقيفه في مطار جربة جنوب تونس بعد أن كان قادما من فرنسا. استغربوا لهذا الأمر وعلقوا عليه بشكل كبير. نتابع بداية مقطع من إحدى المحاضرات للدكتور محمد هنيد. نريد أن أؤكد على نقطة وهي هدف هذه المداخلة. السؤال التالي: يعني هل أن الفوضى والاقتتال في المنطقة العربية اليوم هو بسبب الثورات أم بسبب الثورات المضادة أو القوى المضادة للثورات؟ من هو السبب؟ هل السبب هو الربيع العربي والثورات العربية، أم السبب هي الأنظمة والقوى التي تعادي الثورات والربيع العربي؟ تم استجواب الدكتور محمد هنيد على بعض التدوينات التي كتبها في صفحته على الفيسبوك للإشارة. فمحمد هنيد كان مستشارا لدى الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي. نتابع تدوينة سيف الدين مخلوف يقول: إيقاف محمد هنيد مؤشر خطير يقتضي معرفة من أصدر التعليمات ومن نفذ،
كل كتاب الرأي التونسيون باختلاف توجهاتهم داخل البلاد وخارجها مدعوون إلى المطالبة بتوضيح ما جرى. حرية أقلامنا تدوينا وظهورا على الفضائيات، خط أحمر، يقول المدون سيف الدين تعقيبا على إيقاف الدكتور محمد هنيد. وكذلك المختار غميض: مجرد إيقاف السيد محمد هنيد ولو لبرهة من الوقت فضيحة. صحيح ليس هناك أي معارض سياسي تونسي يعيش في الخارج وهذا مكسب للثورة، لكن مرفوض بأي شكل التشكيك في نوايا النشطاء والمدونين، فما بالك عندما يكونون معروفين بمواقفهم الوطنية وقامات تشرف تونس في الجامعات الغربية. فالدكتور محمد هنيد كما قلنا أستاذ محاضر في جامعة السوربون. تعاني الكثير من ولايات السودان خاصة في جنوب السودان ودارفور من قلة الإمكانيات. مشهد مصور يظهر ويوثق لرحلة طويلة لتلاميذ لاجتياز امتحاناتهم النهائية لأن المدارس لا تتوفر داخل قريتهم. شيب الفاتح، الله ينجيكم. السودانيون الكثر هنأوا وشجعوا هؤلاء التلاميذ من أجل تحصيل العلم. نأخذ تدوينة أدام محمد يقول: ما شاء الله ناس تحب التعليم بس لو تلقى الاستثمار البشري المناسب السودان ممكن يمشي خطوات فلكية إلى الأمام. وكذلك تدوينة محمد عيسى يقول: بالتوفيق إن شاء الله أبناء بلدتي. واضح بأن هذا المدون محمد عيسى هو من هذه البلدة التي تم تصوير فيها هذا الشريط. واطلبوا العلم حتى في الصين، دلالة للمشقة والتعب، وواجب الدولة توفير الخدمات من بنى تحتية وتعليم وصحة. من السودان نتحول إلى فلسطين المحتلة. سميح قعدان 77 سنة من مدينة رفح جنوب قطاع غزة يعد الأيام يوما في انتظار الإفراج عن ابنه عبد الرؤوف المعتقل منذ 17 سنة. فلسطينيون كثر تفاعلوا مع هذا الشيخ الذي ينتظر ابنه بحرقة ويوثق بشكل يومي عدد الأيام التي تبقت على إطلاق سراحه. نأخذ تدوينة فيكتوريا تقول: هذه اللوحة الرائعة أقترح أن تباع في المزاد العلني بالملايين، فرج الله عنه وقر عين أبيه. اللهم فك بقوتك أسر المأسورين في كل مكان وردهم لذويهم سالمين. طبعا المسجونين في سجون الاحتلال الصهيوني. نأخذ كذلك تغريدة ديمان روندو يقول: طب كويس أن المعتقل في دولة الاحتلال بيكون عارف حيخرج إمتى، اللي بيعتقل في حكومات العروبة لا يدري متى يخرج. هو هنا يضع فقط مقارنة وليس تمجيدا لإلقاء القبض وسجن الفلسطينيين، لكن يقول بأن في دولة الاحتلال هناك تعرف متى ممكن أن يخرج المعتقل، لكن في بعض الدول العربية فإنك لا تعرف متى يخرج لأنه في العديد من الدول لا تكون هناك حتى محاكمات. نتحول إلى مصر. نشرت علا القرضاوي شريطا مصورا تطالب فيه بالإفراج عن والديها المعتقلين منذ 3 سنوات في سجون النظام المصري. النهاردة بيكون فات 3 سنين على اعتقال ماما وبابا علا وحسام. 3 سنين محرومين من زيارة، محرومين من مكالمة تليفون، محرومين من حتى أن المحامي يطمن عليهم. 3 سنين وماما قاعدة في حبس انفرادي في أوضة صغيرة، ما بتشوفش حد، ما بتكلمش حد، ما تقدرش حتى تخش الحمام في الوقت اللي هي عايزاه. 3 سنين وماما وبابا ما عملوش أي حاجة غلط وما فيش أي سبب إن هم يكونوا محرومين إن هم يكونوا معانا مع ولادهم ومع أحفادهم. أحفادهم اللي كبروا واللي مشي واللي اتكلم، كل الحاجات اللي فاتتهم خلال 3 سنين اللي فاتت. 3 سنين فاتوا وانا مش قادرة اكلم ماما واشتكي لها، احضنها، احكي لها ايه اللي بيحصل في حياتي. 3 سنين والحياة ملهاش معنى من غيرهم. تعاطف واسع جلبه هذا الشريط الذي تطالب فيه بالإفراج عن والديها المعتقلين كما قلنا في السجون المصرية. فري لونسير يقول: أنا الحقيقة مش عارف أقول إيه، لكن كلما اشتدت ظلمة الليل كلما اقترب موعد الفجر. ربنا يفك أسرهم وأسر مصر، آمين.
مغردون كثر أيضا تفاعلوا مع هذا الشريط لعلا القرضاوي. نأخذ زينة تقول: ما أقدر أتخيل منظومة تدعي الإنسانية بحكم أنها تحمي البلد وأهلها تحبس الحرائر بدون سبب. يا رب انتقم من السيسي وزبانيته ومن يموله عاجلا غير عاجل، على حد تعبير هذه المدونة. نبقى في مصر دائما. الداعية الإسلامي المعروف عبد الله رشدي يخلق، ما زال يخلق الجدل داخل الأوساط المصرية بعد أن نشر تدوينة في الفيسبوك يقول فيها: ليس من الطبيعي أن تخرج فتاة بملابس لا تصلح إلا للنوم ثم تشكو من التحرش. لا أجعل ذلك مبررا قطعا للتحرش، ولا أعفي المتحرش من العقوبة، ولا أبيح التحرش بمن تلبس كذلك، حتى لا يؤول ضعاف العقول كلامي. لكني أعتقد أن من تصنع ذلك فهي جزء من المشكلة، وإذا أردنا علاج المرض فلا بد من قطع كل أسبابه ومحاسبة الجميع. فمن تستعرض جسدها بزي فاحش أمام شباب تملأه الرغبة ويمنعه الفقر فهي شريكة في الجرم. هذه التدوينة أثارت ردود فعل كبيرة جدا في الأوساط المصرية، وانتشرت وسوم من بينها عبد الله رشدي متحرش، أي يتهمونه بالتحريش. لكن الداعية رد عبر شريط مصور نتابعه. أنا عامل هذا اللايف ده تحديداً عشان بعض البنات مش عارف أو بعض الشباب اللي هم مش فاهمين الكلام لغاية دلوقتي، يحب أوضحه ليهم بالبلدي بالعامية المريحة الصريحة. يا شباب، مفيش شيء يبرر إن واحد يتحرش بواحدة، سواء كانت محجبة، نص محجبة، تلات أرباع محجبة، ربع محجبة، تمن محجبة، بخمسة جنيه محجبة، من غير حجاب، ماشية عريانة، بترقص في الشارع بقميص نوم. كل أي فعل تحرش بواحدة حرام، بل مجرد النظرة لواحدة حرام، سواء محجبة ولا مش محجبة. الكلام ده واضح؟ يجي واحد يقول لي: طيب يعني هو عشان هي مش لابسة حجاب ده يعتبر مبرر، أو إن هي لابسة ملابس فاضحة زي ما أنا قلت، هل ده يعتبر مبرر إن هو يتحرش بيها؟ حرام. حلو كده، الكلام واضح لجد دلوقتي عشان بس محدش يؤول او يشرح لكم الكلام على غير حقيقته. توالت التغريدات كما قلنا تعقيبا على هذه التدوينة. هناك من يناصر الداعية، وهناك من يقف ضده ويعتبره بأنه يدعو بشكل غير مباشر إلى التحرش. سومة تلات: الدكتور عبد الله رشدي مثال للشرف والنزاهة، وأي حد من متصيد الأخطاء يطلع حرف واحد من كلامه غلط. لا يجوز أبدا اتهام الناس بالباطل، وكمان لما يكون عالم زي الدكتور عبد الله رشدي بتهم شنيعة زي دي هو بريء منها تماما. هذا المدونة أو هذه المدونة تدافع عن الدكتور رشدي المعروف عليه الخروج الإعلامي الكثير جدا، وكذلك البرامج التلفزيونية. نأخذ تدوينة الدكتور عبد المغني أبو النور يقول: بلد كلام، شوية عن التحرش، شوية عن عبد الله رشدي، وشوية عن مرتضى، وشوية عن آية صوفيا، يعني ما فيش كلمتين عن سد النهضة اللي حينشف ريقنا. هذا المدون خرج عن سياق هذا اللغط ويقول بأن هناك ما هو أهم، وهو الحديث عن سد النهضة الذي قررت أثيوبيا ملأه في الأشهر القادمة، والمفاوضات لازالت جارية بين مصر وأثيوبيا والسودان. ما أثرته تدوينة الداعية الإسلامي عبد الله رشدي والتحرش عموما في مصر سيكون موضوع فقرة حوار. مشاهدي الأعزاء، مرحبا بكم من جديد. التحرش ليس بظاهرة مجتمعية جديدة في الوطن العربي، في السنوات الأخيرة أصبحت الظاهرة في تنامي، وتعتبر مصر الأسوأ عالميا وعربيا، حيث تحتل المرتبة الثانية في نسب التحرش بعد أفغانستان. وكلما ظهرت كتابات سواء في منصات التواصل الاجتماعي أو في مقابلات تلفزيونية وكتابات صحفية حول التحرش، فإن المجتمع المصري يشتعل وينقسم إلى عدة أقسام في هذا الموضوع بالتحديد. لملامسة ظاهرة التحرش في مصر أستضيف وأسعد باستضافة الشيخ محمد الصبري من العاصمة المصرية
القاهرة لمناقشة هذا الموضوع. الشيخ محمد، بعد الترحيب بك على قناتنا، عندما نتحدث عن التحرش نتحدث بطبيعة الحال عن الأسباب، فهناك من يقول بأن السبب هو لباس المرأة الفاضحة، بينما هناك من يقول بأن حتى المرأة المحتشمة أو المحجبة تتعرض للتحرش في الأماكن العامة، وهناك من يقول أيضا بأن غياب الوازع الديني والأخلاقي. هذه الأمور مجتمعة في نظركم، ما هو السبب الرئيس والأساسي في ظاهرة التحرش في المجتمع المصري؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، كما ذكرت سيادتكم أن هناك كثيرا من الأسباب التي نتج عنها التحرش، والناس متفاوتون في عندما نقرر أو نحدد السبب الرئيسي، هناك تفاوت. فمثلا هناك البعض يقول أن السبب الرئيسي للتحرش هو ملابس المرأة، وهناك البعض الآخر يقول أن هناك أسبابا كثيرة وهذا سبب وليس هو السبب الرئيسي. وأنا من وجهة نظري أنا أرى أن السبب الرئيسي للتحرش في مصر وفي غيرها هو البعد عن الله سبحانه وتعالى، يعني كما ذكرت سيادتك في المقدمة، الغياب الوازع الديني. نعم، يعني عندما يتم تنشئة الشاب الصغير، شاب نشأ في طاعة الله، شاب نشأ في رحاب الله، نربي النشأ الصغير على أن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم علمنا أن هناك قيم لا بد أن نحرس تلك القيم، ولا بد أن نبتعد عن الحرام، ولا بد أن نجتنب تلك المحرمات. يعني في الطفل في التنشئة وهو صغير، إذا علمناه وربيناه وأنشأناه على القيم وعلى المبادئ وعلى الأخلاق الفاضلة، وجعلنا منه شابا نشأ في طاعة الله، كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم بأن هذا الشاب ممن يظلهم الله تحت ظل عرشه، لا أظن بحال من الأحوال أن هذا الشاب سيكون في يوم من الأيام متحرشا أو مغتصبا لحق من حقوق السيد الفاضل. المتحرش اليوم قد يقتل غدا إذا أتيحت له الفرصة، قد يسرق إذا أتيحت له الفرصة، لأنه عندما سمح لنفسه في البداية بالتحرش فإنه سيجد تبريرا لنفسه في أي أمر محرم بعد ذلك سيفعله. لذلك أنا أرى، وليس هذا يعني كما نقول ملزما، أن السبب الرئيسي هو البعد بالفعل عن الله سبحانه وتعالى، وضعف الوازع الديني، وعدم التنشئة الصحيحة، وعدم التربية السليمة للأطفال في الأسرة. يعني عندما حاليا في مصر، عفوا عن المقاطعة شيخ محمد، ما يحدث حاليا في مصر بعد تدوينة الداعية الإسلامية عبد الله رشدي، هل باعتقادك بأن هذه التدوينة تستحق كل هذا اللغط وكل هذا النقاش في مصر؟ والله أنا شخصياً لا أرى أنها لا تستحق، وإنما أن هذا من باب الجلد له. بمعنى يعني أنا شخص داعية، يعني خرجت لأقول أن من أسباب التحرش كذا وكذا 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 وكذا، وذكرت من تلك الأسباب الملابس الفاضحة مثلاً، الملابس الفاضحة. لا يأتي أحد فيقول الشيخ محمد أو غيره يبرر التحرش، لا أحد من المشايخ ولا من المتشرعين يستطيع أن يبرر التحرش، وإنما هو ذكر الشيخ أن هذا من الأسباب، وهو يرى أن هذا هو السبب الرئيسي، وهو حر في ذلك، له وجهة رأيه، له وجهة نظري، ورأيه يحترم على العين والرأس. هو يرى ذلك أن السبب الرئيسي التحرش وملابس المرأة الفاضحة، وبالتالي لابد للمرأة أن تحتشم وأن تتحجب. فوجدنا اللغط في المجتمع، لأن البعض رد عليه فقال طب حضرتك المرأة المحجبة بل المرأة المنتقبة يتم التحرش بها، حضرتك هتعمل ايه؟ يبقى احنا كده ممكن نقول ان وجهة نظر انا هذه او وجهة نظر اي شخص يقول ان السبب الرئيسي هو لباس المرأة، قد لا تكون سليمة او صحيحة، او قد يكون جوابه الصواب في ذلك. نعم شيخ محمد، حتى لا نظلم الرجل حقه وهو غائب. في حقيقة الامر قد حاولنا التواصل معه ليكون ضيفا معنا، لكن تعذر علينا ذلك. بالإضافة الى دور المشايخ والعلماء في هذا الموضوع بالذات، دور الإعلام والصحافة والمجتمع المدني، هل باعتقادك شيخ محمد بان الإعلام والمجتمع المدني يؤدي دوره للتحسيس بهذه الظاهرة؟
أنا أرى أن الإعلام المصرية لابد وأن يقدم نموذجا وقدوة يقتدى به، بمعنى النهاردة عندنا مثلا المسلسلات وعندنا الأفلام وغير ذلك من المواد التي يقدمها الإعلام لابد أن تكون ذات رقابة عالية. يعني مثلا لا نقدم شخصية البلطجي ولا ما نرى، فأنا أرى أن وظيفة العالم وكذلك وظيفة الأسرة وكذلك وظيفة الإعلام وكل المسؤولين عن تأسيس الوعي لدى المجتمع، أول شيء هو تأسيس الوعي الصحيح السليم، ثاني حاجة حراسة القيم، أن هناك قيم لدى المجتمع لا يستطيع أحد أن يتخطاها أو أن يتعداها. لذلك المجتمع النهاردة نريد أن نرى من الإعلام مبادرات جديدة تحث الشاب وتعلمه أمور دينه وتعلمه أن هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قد حرمه والإسلام قد حرمه، ونريد مبادرات تعلم الشباب وتعلم الفتيات ماذا تفعل إذا تحرش بها أحد. ولذلك نريد أن نقول كلمة أخيرة، إن الله لا يزغ بذي السلطان ما لا يزغ بالقرآن. لذلك أنا كرجل متشرع أرى أن هذا الأمر قد نقطع دابره، ولا أظن أنه قد يتم قطع دابره نهائيا، وإنما سيتم تقليله بتشريع من القضاء يجرم هذا الأمر. لأن ما لا يزغ بالقرآن، عندما أقول لك الحلال بين والحرام بين وكذا 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 فإنه لا يهمك. وعندما شكراً جزيلا الشيخ محمد صبري، عفوا عن المقاطعة، أدركنا الوقت، كنت ضيفي عبر خدمة سكايب من العاصمة المصرية القاهرة، وتقبل الله صلاتكم لأنه سمعنا عندكم آذان الصلاة. الله يبارك فيكم ويسعدكم، تشرفت بكم. ونختم ببعض الرسوم الكاريكاتورية. أعزائي المشاهدين، إلى هنا نصل ختام هذه الحلقة، ألقاكم في الحلقات القادمة، مع التنويه أن تبعثوا لنا بالفيديوهات على البريد الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.